الله 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 على صوتك، يعني الله يخلي لك هالصوت ويحميك لك الله فعلا. يخليك يا رب. محمد، السؤال بيطرح نفسه، اكس فاكتور عام 2007 رجعنا شفنا منه نسخه جديده وشفنا لجنه تحكيم جديده، لو كانت لجنه التحكيم عام 2007 مين كنت بتختار تكون ضمن اي فريق؟ لو كان عندك الاختيار، وائل كفوري، اليسا، وائل، كارول سماحه، وائل انا كثير بحبه كمان كثير، او حسين جسمي ايضا موجود تحكيم كمان اكيد بحب، هن كلهم بيطيروا العقل وفنانين موجودين بقوه طبعا اكيد الله يوفقهم يا رب، بس انا بحس بيين لها اكثر للون وائل، حتى يعني اللون اللي بتقدمه متميز لك، عندك هويتك الشخصيه ولكن طاقات صوتك، لانه ما شاء الله وائل عنده طاقات صوت فظيعه. هلا عم بسمع كنت كم غنيه منزلها هيك، وائل ما بيعرف اني سمعتهم يعني، بس شو خبرك يا وائل، يعني شو عامل فينا؟ سمعت غنيه انا اه حلوه طبعا. يلا رقم جديد معك محمد. شو؟ شو سكتوا هلا؟ بعدكم سبعه علامتكم. شو؟ انا بنقي رقم 10 بحب رقم 10 10 رقم 10 يلا طيب المشنقة هي كلمة بتكون متعلقة فيك، انا شخصيا ما بعرف بعد شو هي الكلمة، وهذا المتصل يعرف هذه الكلمة شو هي، حنعطيها عدد الاحرف تقريبا، كم حرف هي؟ خمس احرف تمام، هي بس ساعدوني اعطوني اياها لو سمحتوا، بركي هيك بساعد محمد بيربح المتصل. يلا اتصال. الو الو، مساء الخير، مين معي؟ مساء النور، مساء الانوار، مين معنا؟ فاديا مونس. فاديا، محمد المجذوب معك ومحمد قيس. يلا هاي فاديا كيفك؟ اهلا وسهلا، وطي لنا صوت تلفزيون. سافا كيفك انت؟ يلا وانت قدها؟ يلا يلا اكيد يلا توب كاونتر بنشوف سوا المشنقه. هي أغنية أنا بحبها كثير وكثار بحبوها لمحمد. يلا بلش بحرف التاء. تاء تاء تاء. ليكي لما ترقدي كثير شو بيصير؟ تعب. ايه تعبان. تعبانة تعبان تعبان تعبان. مبروك لك، مبروك لك، بنسمعها بصوتك لانه يعني انت فايت معنا دغري بموال الغنيه. اي طبعا، يعني كل العالم كانت عم تعلق على الموال انه ليه ما طولته بعد، بدنا بعد، انا بدي اقول لك جاي اطلبه منك تعطيني اياه على سي دي ومطلبه بعد، مش معقول. وقت طلعت مع مايا طولته شوي للموال. طب سمعنا شوي من الموال ومش عم افوت بالتعبان. ولك آخ 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 يا يما، ما بدي حب ما بدي غرام، أنا تعبان يا قلبي تعبان تعبان، ولك آخ 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 يا يما، شو ذكرك فيي من بعد غياب سنين راجعة، عم بدق الباب روحي اتركيني بحالي، شو بدك في الجرح اللي بقلبي بعده ما طاب، تعلمت منك اشرح وما بنجرح، حبك خسارة كان لي منو ربح، تعلمت منك اجرح وما بنجرح، حبك خسارة كان لي منو ربح، وإذا قلبي بده يرجع لقلبك ما بدي إياه ومحلى إلا الذبح. يسلم تمك، تعلمت منها تجرح وما تنجرح، هاي الكلمة أنت بتحبك هيدي بوت، يعني هي الغنية أنا بحد ذاتها هي حال الغنية، وأنا أنا قلت لك إياها، قلت لك الغنية لازم تتصور وتندعم بعد أكثر، عم بسمعها وشوفها على شاشة أغاني أغاني طبعا، ولازم تندعم بعد أكثر لأنه فعلا. خليني أذكر ملحن عادل العراقي كمان أكيد بوجه له تحية، هو ألحانه هيدي الغنية، و ان شاء الله في تعامل اكيد جديد انا وهو، عم حضر شيء كثير قوي هلا هلا حنسمع عنه، حنسمع هو افترق على حاله، قال عم بحضر شيء حلو، حنسمع مقطع منه يعني خلال الحلقه. رقم يلا رقم بعد حيغني كثير. شو بحب؟ انا بحب 2 و8.
ليك انا بقول لك رقم 2 و8، 8 اول البوم كان في قلبه 8 اغاني. ايه يلا رقم 8. 8 يلا. 8 يلا. لا 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 المتصل او المتصل لا فيهم يقولوا ايه لا فيهم يقولوا لا. دربت عليها بالبيت. ورح نلعبها سوا. يلا خذ الاتصال معك بلش. الو؟ الو؟ مرحبا. مرحبا. رمضان كريم. علينا وعليك. مين معي؟ سيمون. سيمون هاي شو اخبارك؟ من وين عم تحكينا؟ من ظهر السوان. من ظهر السوان. اهلا وسهلا فيك. تحياتنا لك يا سيمون، انت قدها؟ انا قدها. يلا لا 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 محمد رح بيساعدك، لا فيك تقول ايه لا فيك تقول لا، وتوب كاونتر. سيمون كيفك؟ منيح. بتحبنا؟ كثير. كثير كثير؟ كثير. اوكي ما بقى تعيد كثير دخيلك، بتروح على المدرسة سيمون؟ يعني اكيد اكيد يعني اها. امتى بتروح على المدرسه، بالصيف ام بالشتاء؟ بالشتاء. بالشتاء في برد بالشتاء؟ اوقات بتتلج عندكم بظهر السوان؟ ممكن. مش كثير. مش كثير. يعني بعد لي شوي على كثير. سيمو عم تسمعني؟ عم بسمع. عم تسمعني كثير منيح؟ عم بسمع. اهلك حدك؟ في حدا حدك؟ في كل عائلتي حدك. كل عائلتك. وين الماما؟ حدك. حد شو اسمها، شو اسمها امك والدتك؟ مادلين. مادلين ووالدك؟ جاد. يعني اوكي انتوا هن اسمهم ابو سيمو ام سيمو؟ لا لا اوكي معلش قطع. ممكن أطع. ممكن يكون اسمهم. اسمع من محمد شو عم بيقول لك. معقول. اوكي معقول من قتل من القفه. عندك اخوه؟ اخت. يلا مبروك اخوه. يلا مبروك مبروك. كرمالك لك شو منيح منيح. لطيفة قال بتقدم له اكيد جايزة، وسبق وقلت انا كمان اليوم عم نسمع هيك تيتر المسلسل الغربال هالبيئة الشامية الحلوة مع طبعاً. نخبة من الممثلين السورية ان كان عباس نوري وايضا كمان عن اكيد منى واصف. شو كيف كيف حطيت طبعا اكيد بدي اقول لكل الناس يحضروا هذا المسلسل الرائع، كثير كثير حلو، بس في ظلم شوي بزعل يعني. عايشين بظلم يا محمد. طبعا اكيد. كيف صار التعاون لحتى توضع صوتك على التيتر؟ كمان بدي وجه تحية لفضل سليمان وحياة إصبر، كلمات حياة إصبر الشارة وألحان فضل سليمان. فضل صديق كثير كثير غالي على قلبي، وكان حكاني على التليفون قال لي شو رأيك بالفكرة، قلت له أنا جاهز وأنا كثير حابب. أنا قبل عملت شارد زمن العار، مسلسل زمن العار، أعشق هذا المسلسل مع ثلاثة معمار طبعا أكيد مع يعني مكسيم خليل. هالقصة الحلوة اللي فعلا أنا بحس يمكن هيدي من اجمل المسلسلات اللي انعملت. هو انا متابع كبير للدراما السورية. للدراما السورية بشوفك بدراما السورية. طيب ان شاء الله. ليش لا؟ يعني هي شوي عم تندرس يعني، بس شوي بخاف منها يعني. طيب خلينا نسمع كيف وضعت صوتك على تيتر لمسلسل من بيئة شامية. يلا اوكي. يلا. طعنة الغريب بتجرح، طعنة القريب تدبح، جوا الروح تنام، كل مين بصلو بيفعل، بس المنحبو منزعل، عايدو ننضام، هالقلب مل من القهر، بجسم الوجع ماشي نهر، ما في أمل من الصبر، بحس بروحي سهام، وحياة كاس البر اللي شربانه لخلي دموعي تمشي بشريانه، اللي خان العشرة والجيري والأيام، ما بيرحموا شرية وبعرف ما بنلام. يا ريت يا ريت كل هالاعمال اللي عم بتقدمها بضل هيك اشخاص بتطلع انه هيدول فعلا مواهب، نحن بحاجه لكم يعني. نحن اليوم الله يخليك بالاعلام بحاجه لمواهب شبابيه حتى أكيد. بالفن، لانه في اسماء صارت مخضرمه قدمت وعملت وبعدها عم تعطي، ولكن ايضا في مجال للجيل الجديد. قلت على مر الكاس يمكن او هيك، قد ايه في مراره كان بمشوارك الفني؟ رغم صغر سنك حسيت كان في عالم كانت ما حفظت الوفا، في عالم امنت لها ما كانت قد المسؤوليه، او حتى خاب ظنك فيهم؟ في ناس يعني، بس الحمد لله انا بمشواري قلال كانوا الناس اللي عم بحكي عن اصحابي بالفن. اكيد بالفن انا عم بحكي بالفن. اكيد 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 بالنسبه لي هو كان
مشوار شوي صعب وشوي في عالم حاولت مثلا يمكن غارت من صوت محمد، انه فعلا لما طلعت بال 2007 كنت حالي معين يعني حاولوا بلشوا يضللوك او يبعدوك شوي عن الطريق الفن. اكيد اكيد كان في هيك ناس، وكان في ناس كثير مهمه حد ضلوا واقفين جنبي وساندوني وخلوني كمان اقطع المراحل اللي هي مرحله الصغر. يعني انا بلشت بعمر 16 سنه يعني كثير اصغر كان مشارك باكس فاكتور كثير وكانوا كل خايفين طبعا يعني. اكيد اهلي هن السبب، تحيه لالهم ولكل اللي بحبوا محمد المجذوب. ونحن حنكفي حديثنا معك، حنسمع جديدك وننقي رقم يلا. والله هو كان عابره رقم 2 2 2 يلا 2 2 يلا سيبا مع جينيفر بالموبيلي توب اليوم مع 2000 دولار. المتصل ام المتصله عندهم اليوم الفرصه محمد يربحوا 2000 دولار بالموبيلي توب اذا كانوا قدها. تمام اوكي يلا الاتصال معك. الو الو هاي هاي كيفك؟ كيفك محمد؟ محمد اي في محمدين الاثنين انا هون انا مع انا اليوم بضي يعني بضيافه محمد المجذوب. لا انا بدي انت بيستلم هو معك بدي كيف بيصير يعني بدك تربحي اليوم ما تخجلي. ايه تمام ينعاد عليكم وعلي عليكي كيفك شو اخبارك؟ انت من وين عم تحكينا؟ وين عم تحكينا؟ من جزين. من جزين تحياتنا لاهل جزين عارفين عنك ما عرفنا اسمها؟ شو الاسم؟ براء. براء 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 يلا يا براء يلا شدي حالك يا براء. ايه باذن الله بتكون قدها براء. بدنا هيك ببراء او بقوه تكوني قدها وتصيب ال 2000 دولار. خليكي معنا جينيفر اهلا بك. شو اخبارك؟ جود انت؟ انا كثير منيح. سلمت عليك ببدايه الحلقه. رح اترك الهوا لمحمد المجذوب لحتى تسلمي عليه لانه بعرف السيدي ما بيروح من السياره. محمد هاي كيفك؟ هاي رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك. انا ناطره اسمع اغنيه بحسك معي لانه عن جد من اجمل الاغنيات. تكرمي اكيد سمع بما انه جينيفر ما تطلب جينيفر بيصير وبراء بتسمع كمان. يلا. بحسك معي طفلك الا ما راح قلبي اسمعي طاير فيكي فرح يلا تعي قبلك يا من جرح ومني ضايع كان فيكي شي غريب من قلبي قريب وعن بالي غرامك لحظة ما بغيب. الله يعني جينيفر جينيفر احساس عالي. هلا شوفي شو صار. انا حبيت طلبك. تعرفي ليش؟ انه براء معنا على الخط سواء ربحت ولا لا معك ربحت انه سمعت الغنيه لايف دغري على الخط. يلا براء معك 2000 دولار يلا يلا براء براء ايه براء براء منصور جينيفر ربحين لنا اياها. ايه يلا خلص كرمالك. هاي هاي براء براء عم تسمعيني؟ ايه سامع. انا يلا مع مين عم تحضرينا براء؟ مع عائلتي. يلا براء بديك تجمعي لي 3 غراد يعمل مجموعهم 2000 دولار اوكي؟ اوكي يلا منبلش. شو منبلش بأول غرض براء؟ صوفا. هالصوفا؟ يلا 350 دولار أول غرض. بدي غرضين. تخت؟ تخت اوكي 1500 دولار. يلا بدي غرض واحد. غرض واحد براء. هيك حدة. طلعي حدة. يلا براء. صوفا؟ الصوفا منا مسعرة. الصوفا منا مسعرة. الكرسي؟ الكرسي بدك براء؟ بدك براء؟ 550 دولار. ما صبت ال 2000 دولار براء. هارد لك يعني براء ما صابت ال 2000 دولار يعني صاروا 2400 دولار. 2400 دولار معك؟ معي. لا صابت 2400 دولار اوكي بدها 2000 دولار اوكي. هلا يعني اذا رجع نقى محمد رقم وطلعنا يا نصيبة بنعطي فرصة للمشاهدين ب 2000 دولار يربحوا. بتعرفي انا ما عبرت نايم ال 2000 لبكره. هلا بنحكي مع الكنترول يرجعوا يحطوا لنا هيك بالكمبيوتر يظبطوا لنا يلا سيبا لحتى نرجع نربح ال 2000 دولار. مبسوطين فيك يعني؟ ايه مبسوطين نحن. اوكي هلا برجع فيك. جينيفر اجينا الاوكي دغري. كارلا زقفي لكارلا عاد. اوكي عن جد انا مدلل عندها يعني. اسمع وشو ما بطلب بصير. يا حياتي يا كارلا
نحن مكافئين معك محمد وراح نكفي بالالعاب. عرفنا انه كمان في اغنيه جديده، نتركها لاخر قسم او بدك؟ ايه اوكي نتركها لاخر قسم. يلا نقي لنا رقم. في 8 من انا من نقينا؟ في عندك 9 1 3 4 6 1. بدي اعرف ليه عم بيقولوا الاربعة لا؟ ليه الاربعة لا؟ ليه ما حدا بده اربعة؟ بيتنافسوا بالكشافة. رقم 1 يلا 1 رقم 1 لا غلط بغلط غلط بغلط، هو كل هالدنيا غلط هلا صاير. شو هي غلط بغلط؟ ممنوع يجاوبوا شيء مزبوط، كل شيء بده اساله بده ينسى اسمه، اللغه العربيه بده ينسى، ممنوع يكون شيء مترابط. بده يمحي كل شيء، بده يمحي كل شيء. يعني اذا كان رجل بده يقول انه هو انثى، يلا اذا كان عم يحكي باللغه العربيه كثير صعبه. خذ لا ما بدي والله. الو 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 هاي الو بونسوار بونسوار كيفك؟ ماشي الحال. مين معنا؟ مدام ابو نعوم. دولي ابو نعوم. مدام دولي. دولي ومن وين عم تحكينا يا دولي؟ وقت صوت التلفزيون الله يخليكي، من الصوت عم بيقولوا لي بليز حتى ما يصير في عنا اي ديلي او بارازيت على الصوت. مدام دولي منتخب البرازيل. بسمع. اوكي محمد معك، عم بقول لك من وين عم تحكينا؟ عم بحكي من اجلتون. من اجلتون. اجلتون يا اهلا فيكي. تحياتنا لاهلي اجلتون. بس دولي فينا نقول لك دولي او لازم نقول لك مدام؟ لا دولي دولي دولي. ما عم بقول انا، قلت انه انا يعني مش حلو نقول لها مدام، نكبر بالعمر صح؟ تمام دولي غلط بغلط. انت قدها دولي عم تسمعني او لا؟ دولي هي صعبه شوي يعني، بس بدك بدك تدبري حالك منيح. بعتقد راح الاتصال، انقطع الاتصال للاسف. دولي ما عم نسمعها. برجع بقول 0464 وحنكفي. ما ضل ارقام يا غلط يعني، بعد في عندنا 3 4 6 9 اليوم على وجهك ما شاء الله، فتحنا كل الارقام. لحظة حنكفي حنكفي بغلط بغلط بس إذا بدكم حي... يلا غلط بغلط. لا اتصال. ألو 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 مساء الخير، مين معي؟ معك حسين حسام. حسام وين عم تحكينا؟ من شحيم. تحياتنا لأهالي شحيم ومحمد معك وبنقلك غلط بغلط. حسين هي صعبة بس أنت قدها. إيه؟ أنا قدها. يلا حسام اتكل على الله، ينعاد عليك وعلى عائلتك. وشو أخبارك يا حسين؟ صفا. انت مين؟ انت مين؟ سوري؟ انت مين؟ طفى التيفي. طفى التلفزيون؟ معلش مشكل خليك معي. شو اسمك؟ حسين. يا حبيبي غلط بغلط، قول شيء ثاني. اوكي. ممنوع تقول شيء مزبوط. محمد مو عم تحكينا من شحيم؟ لا وين؟ من جبال. جبال بلبنان هاي جبال؟ لا بالاردن. بالاردن عاصمتها عمان؟ لا ليبيا. ليبيا اوف. عاصمتها ليبيا؟ ليبيا كمان دولة عربية صح؟ لا أجنبية. أجنبية اوف. شو اللهجة اللي شو اللغة اللي بيستخدموها؟ انجلش. انجلي انجلش كمان مش معك. تمام عم ساعدك انجلش دخلك. مش بال... انا على علم انه بالولايات المتحدة بيحكوا انجلي هيك امريكاني ياباني. بفرنسا. بفرنسا يا عين يخز العين. ليك معلوماتك هيك؟ لا ايه ايه قول ايه قول ايه هيك معلوماتك ايه؟ لا لا لك قول ايه ايه معلوماتك هيك. ما اذا قلت بالمره بتخسر. قول ايه هلا. قول ايه معلوماتك. هلا بقول لك إيه. يلا مبروك. ليه ليه هلا قال ايه؟ لانه اذا قال معلوماته ما منيحه فعلا معلوماته مش منيحه. يعني وانا عم ساعده عم فكرني عم صح معه بس خلص ربحني. يلا رقم جديد معك محمد. واحد. اروما اكيد يا حسين بتقدم لك جزء من الام تي في ولا استوديو. شو عبالك؟ رقم ثلاثة. ثلاثة يلا محمد، ما بده يزعل حدا، ما بده يزعل ولا حدا منكم. واستجاب القدر لنا ويلا صيبة مرة ثانية 2000 دولار. الو بونسوار. بونسوار مين معي؟ ريما. ريما وين عم تحكينا؟ من جديدة. تحياتنا لك ومحمد نقالك للمرة الثانية يلا صيبة. أول يعني... شيء بدي لكم رمضان كريم. الله أكرم. الله أكرم. لازم تصيبي، إيه لازم تربحي. على وجه محمد اليوم بدك تربحي. تمام يلا خليكي معنا جينيفر. ريما معي شفناها مرتين. لا جينيفر اليوم حصلنا الحظ طبعا. جيني على السريع مع ريما 2000 دولار معك بيلا سيبا. هاي ريما. بونسوار جينيفر. كيفك؟ ماشي الحال. ريما انا تركت لك الاسعار مفتوحين، يعني لعبنا ديجا مع براء فتحت الاسعار اللي هي نقتهم. اوكي نعم. صرنا هلا عندنا 1850 فاتحه التخت وفاتحه السوفا.
نعم. بدي غرض واحد قيمته 150 دولار لتقدر تسيب ال 2000 دولار وتربحي معنا. يلا بدي نقي غرض ب 150 دولار. تركت لك التخت وتركت لك الصوفة، بدي 150 دولار غرض. شو يا ميرنا؟ نقي شي غرض هيك حوالي هذا ال ال على الارض. شو على الارض؟ لا هون ال شو ميرنا؟ يلا ميرنا هون حدك بالاتاجير. ايه اوكي ناخده. يلا 150 دولار. ميرنا مبروك، الف مبروك، تربحي 2000 دولار تقديم فاميلي تاب. مبروك الف مبروك الف مبروك وشكرا يا جينيفر، خلصتينا ال 2000 دولار يعني بكره بدنا 1000 معك. ما بتتجدد الجائزه 1000 دولار تقديم موبيلي توب. واكيد بدي اذكر المشاهدين يجوا على موبيلي توب اوتوستراد نهر المود اب تو 50% على كل المفروشات والاكسسوار. قصص بتعقد طبعا. احنا بيلتقينا فيك اكيد بحلقه بكره ومتابعين باتصالات المشاهدين. باي باي جاني. بدي اشكر حسين فقيه بس اللي عمل شعري احلى ما يزعل. طبعا ما شفناه تحت انت وحسين، بدي اوجه له تحيه كثير كثير، بيهتم على طول فيك. طبعا اكيد. يلا اخر رقم قبل ما ننتقل لنشره انت قدا. شو عبالك؟ سبعه؟ تسعه. يلا تسعه؟ تسعه. ما شاء الله على جمهور اليوم، ما شاء الله. الله شو بتحبوا ارقام؟ هيدا سراوند سيستم لعبه من اغا سركيسيان على طول اللي سبونسر اساسي عنا بالبرنامج. وبنشوف هال يعني الادوات المنزليه والمفروشات. اربعه بتفكر تتزوج قريبا؟ انا لا ابدا. اوكي اذا فكرت اقطع عند اغا سركيسيان، قلنا محمد قيس بعتني بيعملوا ديسكاونت حلو بتلاقي مرات في قصص كثير حلوه صراحه، يعني بتفتح القلب على الزواج. بس ولكن خلينا ناسس حالنا هلا ونربح المشاهدين ولا بعدين بنشوف شو بيصير. يلا الاتصال معك. الو بونسوار. بونسوار، مين معنا؟ إلي. إلي هاي يا إلي، كيفك؟ منيح. من وين عم تحكينا؟ من المنصورية. من المنصورية. جاري يعني. يعني يوم أنت مقرك لبنان، بين لبنان والشام. ولادقية أنا. أوكي. بين لبنان والشام ولادقية. يلا إلي، أنت قدا؟ أنا قدا. توب كاونتر والسؤال بيقول كم وات هيدا السراوند سيستم يلي شفناه؟ ما في احتمالات؟ 500، 1000، 1500. يعني بقول له اي خير خير الامور يا اوسطها. برافو عليك. تبع شو قال لك اللي سمعتني؟ خير الامور اوسطها، يعني قلت لك انا 500 1000. يلا الله عليك، مبروك 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 لإلي اغا سركيسيان، بتقدم لك جائزه. اما انتم مشاهدينا فلا تكونوا قدها، بتكون ضلكم عم بتشاهدوا الام تي في وضيفي المميز يلي محلى اليوم حلقتنا بانت قد هو صديقي وضيفي والفنان صاحب الاحساس العالي اللي رح نسمع جديده بانت قد، ورح نشوفه كيف عم يقرا النشره. كل هيدا بعد البريك.